فيكم أصدقاء المشاهدين بحصتنا لليوم من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات، أنا شمس بعلمكم هيدي المادة. مثل ما بتعرفوا تعلمنا أشياء كتير مهمة ومفيدة، وبعد عنا أشياء كتير نتعلمها، فدايما ضلكم مركزين ومنتبهين، وما تنسوا تجيبوا القلم والدفتر حتى تكتبوا كل الأشياء يلي رح نكون عم نكتبها على اللوح وعم نقولها سوا. ببداية هالحصة خلونا نسمع لأغنية الأرقام، من بعدها منباشر بدرسنا. أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. في مزرعة جدي أشجار كثيرة، رأيت فيها ثمار صغيرة وكبيرة، ورحت أعدها، هيا هيا نعدها، أحد عشر تفاح، اثنا عشر أناناس، ثلاثة عشر برتقال، أربعة عشر دراق، خمسة عشر مشمش، ستة عشر رمان، سبعة عشر كرز، ثمانية عشر إيجاز، تسعة عشر وعشرون، رأيت شجر الليمون. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, and twenty. In my grandfather's farm, I saw a lot of trees that have many fruits. Let us count them, please. Come, let's count them all the fruits, big and small. 11 apples, 12 pineapples, 13 oranges, 14 peaches, 15 apricots, 16 pomegranates, 17 cherries, 18 pears, 19 and 20. The fruits were plenty. خلونا سوا هلا نبدا بدرسنا. عنا مشكلة، صديقتنا النحلة ضيعت الطريق، بدها توصل على بيتها. وصديقتنا النحلة بدها تلحق الأرقام يلي رح اكتبهم على اللوح تتجرب توصل على بيتها. بس النحلة ما لازم تعد بالترتيب الصحيح، لازم تعمل العد القفزي حتى تقدر توصل على بيتها. تتذكروا العد القفزي لما نحن منزيد دايما اثنان، منقفي رقم، منقول رقم بصوت واطي، ومنقول الرقم اللي بعده بصوت عالي، هيدا هو العد القفزي، رح ذكركن فيه من بعد ما اكتب الارقام على اللوح. إذن العد القفزي ابتداء من الصفر، يعني منقول صفر واحد منقولها بقلبنا، ما منقولها، منقول صفر، منقفل واحد، منروح على اثنان، بعدين ثلاثة منقفيها، منروح على أربعة، خمسة منقولها بقلبنا ومنروح على ستة، سبعة منقفيها ومنروح على ثمانية، تسعة منقفيها منروح على عشرة، عشرة، 11 منقفيها ومنروح على
12 13. لا منقفيها منروح على 14 14، منقفي 15 ومنروح على 16، اكيد ما منروح على 17 لانه هيدا منقوله بقلبنا، منروح على 18 18، منقفي 19 ومنروح على 20، وبتجي النحله بهيدا الشكل بتوصل وبتلاقي بيتها يلي هي ضيعته. فاذا العد القفزي ابتداء من الصفر، منبلش منقول صفر، منقفي 1 2، منقفي 3 4 5 6 7 8 9، ما منقولها كأنه ما عم نقولها، 10 11 12 13 16 18 20. هلا رح عد الارقام اللي بس منقولهم من دون ما نقول الارقام يلي منخبيهم بقلبنا، يعني رح اعمل هيك 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. العد القفزي. كمان النحله كان ممكن تلاقي الافير يلي كل صديقاتها وعائلتها موجودين فيه، كان ممكن تلاقيه إذا عملت العد القفزي ابتداء من 1، بتتذكروا؟ ساعتها تختلف كل المعادلة. رح أعملها باللون الأزرق، خلينا نشوف إذا النحلة فعلا رح تلاقي صديقاتها. إذا شلنا الصفر قفيناه وبنبدأ من 1 1 2، منقولها بقلبنا، 3 4، منقولها بقلبنا، 5 6، منقولها بقلبنا، 7 8، منقولها بقلبنا، 9 10، منقولها بقلبنا، 11 12، بقلبنا، 13 14، ما منقولها منقفيها، 15 16، بقلبنا، 17 18، بقلبنا، 19 و20 بقلبنا. كانت اجت النحلة كتير قريبة كمان على الأفير يلي صديقاتها وإخواتها موجودين فيه كمان، لو عملت العد القفزي ابتداء من 1. إذا بتتذكروا 0 زدنا عليها 2، 2 زدنا عليها 2 تصارت 4، 4 زدنا عليها 2 لصارت 6، وإلى ما هنالك من أرقام عم نزيد عليهم 2. نفس الشيء لما نبدا من 1 ما منقول الصفر، منقول 1، منزيد عليها 2 تعطينا 3، منزيد 2 تعطينا 5، منزيد 2 تعطينا 7، منزيد 2 تعطينا 9، ومنتابع بهيدي الطريقة ومنسميه العد القفزي. وأخيرا النحلة فرحت كتير إنه لقيت كل صديقاتها وفاتت لعندهم على القفير، منسميه هايف باللغة الإنجليزية، هي منسميها بي يعني نحلة، وهايف البيت تبعولها هايف منسميه، أو أفير النحل قفير. فنحن انبسطنا كثير إنه هيدي النحلة لقيت بيتها، وهلأ خليكن معنا لأنه بعد رح يكون عنا المزيد من التمارين والمتاهات، بخبركن أكثر شو يعني بالفقرة اللي جاية. مثل ما وعدتكم هلا رح خبركن شو يعني متاهات. متاهات هي جمع متاهة، متاهة. متاهة هي جاية من كلمة مثلا تاه يعني ضاع، يعني لما نفوت بطريق مثلا ونصير نضيع وما نعرف كيف بدنا نروح ويطلع لنا اشياء حتى تعرقل تعيق مثل معيقات للطريق تبعنا للسير، ف منسميها متاهة. عادة انتم بتشوفوها ببعض الكتب مرات تلعبوا فيها وبتتسلوا فيها، وانا عندي بعض الامثله هون على اللوح رح خبركن عنهم اكثر. اول متاهة رح نحل انا وياكم، رح نفوت على بطن السمكه ونعمل جوله جوا نتمشى، وبعدين نلاقي الطريق لحتى نرجع نطلع من قلب السمكه. شو رايكم تساعدوني؟ هن عم بيساعدونا يلي رسموها وعم بيقولوا لنا انه فينا نبدا من هون من عند
هيدا الانطلاق من عند الإشارة الحمراء يلي أنا حطيتها. تعال نفكر سوا، إذا أنا رحت هيك بهيدا الاتجاه رح تشوفوا هون إنه في كأنه حيط مسكر. لازم فكر بطريقة ذكية حتى ما فوت بقلب الحيط يلي هو قدامي يلي هو مسكر. وكمان إذا شفت إنه الطريق مسدود لازم لاقي طريق ثاني حتى أقدر أطلع بالنهاية من هيدا المكان. الإشارة يلي كمان حطيتها هون هي المكان يلي بدي أطلع منه، المخرج. فإذا لازم أبدأ من هون، ما فيني روح صوب اليسار لأنه هون في عنا حيط، طريق مسدود. شوفوا هون في فتحة، بس كمان فكروا معي أنه إذا فتت من هون هيك كمان رح يطلع لي حيط مسدود، فلازم روح بهيدا الاتجاه. وعندي هون فتحة لازم أظهر منها. طلعوا، إذا رحت من هيدا الاتجاه رح يكون عندي كمان مثل طريق مسكر أو حيط، فلازم أرجع. أفضل إنه روح من هيدا الاتجاه وبلحق الطريق المفتوحة يلي ما فيها أبداً حيطان. إذا جيت لهون في حيط، إذا جيت لهون في حيط، يعني لازم روح بهيدا الشكل. طبعاً إلحق الطريق حتى ما فوت ولا بطريق مسدود. هون نفس الشيء، إذا كملت في حيط لازم روح بالفتحة. طلعوا هون، إذا كملت في حيط فما لازم روح من هيدا الطريق، لازم فكر بذكاء واجي من هيدا الطريق. لما اوصل لهون كمان رح يكون عندي حيط او في عندي هون مثل باب فتحه بقدر اطلع منه، فرح كوع واطلع منه وروح بهيدا الاتجاه لانه مثل ما كلنا لاحظنا هون كمان في حيط. ولما روح هلا هون لازم انتبه انه هون في فتحه قبل ما امشي، في هون فتحه وفي هون طريق مفتوحه، كيف لازم روح يا ترى؟ إذا جيت من هون رح أوصل على نص السمكة بينما أنا بدي أطلع، بدي أوصل شي محل تيرجع يجيبني للآخر. فإذا ما لازم فوت من هيدا الطريق اللي جوا، لازم جرب قد ما فيني أطلع لبرا حتى أوصل للنهاية. طبعا إذا ظهرت من هون في عندي حيطين فالأفضل إجي من هون، وهون رح لاقي فتحة وبظهر منها وبمشي، كمان بلاقي فتحة بظهر منها وبمشي، كمان بيطلع لي فتحة. أكيد ما رح فوت بقلب الحائط، رح كمل بالفتحة بالطريق. إذا رحت من هون في حائط لازم روح هيك، كمان في فتحة بفوت منها وبمشي بالطريق الصحيح لا حتى أوصل على النهاية. وبهيدي الطريقة أنا بكون وصلت على النهاية، فتت من المكان المخصص للدخول وظهرت من المكان المخصص للخروج. فإذا لحقت الطريق المناسب، فكرت بطريقة ذكية وانتبهت إنه ما خلي ولا طريق مسدود قدامي. هيدي اللعبة المتاهة بتخلينا نفكر بطريقة ذكية، أي طريق لازم نسلك، أي طريق لازم نسلك حتى نوصل للمخرج للنهاية. فإذا المتاهة مهمة ومفيدة لنا، بتخلينا نتدرب على التفكير بشكل منطقي وصحيح. رح نعمل متاهة أخرى. المتاهة الجديدة هي على شكل بيج بوت، مكتوب هون بيج بوت ميز، يعني هي مثل حذاء كبير، حذاء كبير رح نفوت فيه. بتعرفوا هيدي قصة الهرة يلي كانت تعيش أو يلي كان عندها حذاء كبير. تعالوا نتخيل انه هيدي الهرة صارت كتير صغيرة وفاتت على قلبه وبدها تطلع ونحن بدنا نساعدها. خلينا نجرب نساعدها. لازم ننطلق من هون من عند هاي الإشارة الحمراء ونخرج بالآخر من هون. كمان رح اتبع نفس الطريقة يلي خبرتكم اياها قبل، انه مطرح ما بيكون في عندي حائط مسدود هون ما بفوت فيه، لازم فوت من الفتحة يلي في إلها مخرج، في إلها طريق وما في حائط او طريق مسدود. فإذا لازم ابدا من هون، طبعا لازم انزل من هيدي الفتحة لأنه إذا كملت في حيط هون وهون كمان في حيط، فبروح بهيدا الاتجاه وبنزل. ما فيني روح هيك لأنه هون في حيط، فبكمل بهذا الاتجاه برجع. طريق هي لحالة عم بتدلني وهون سهل كتير، وبوصل على فتحة لأنه كله هونيك مسكر وما بدي ضل أنا علقانة جوا، لازم أطلع.
فبلاقي المنفذ لإلي. هلا اكيد ما فيني اطلع هون لانه كله مسكر، فبنزل بهيدا الاتجاه، وهون اذا طلعت كمان رح اعلق جوا، فلازم، واذا نزلت لهون كمان رح اعلق، لازم اطلع وفتش على الطريق السهله المفتوحه امامي حتى اقدر اطلع من هذا الحذاء. كمان فكروا اذا هون طلعت هيك رح اشبق بهذا الحيط ورح ارجع لورا، فلازم فوت من هون. هون كمان ما في شيء، اقولكم اذا جيت هون كمان بعلق فلازم روح من هون. هون عندي مخرج، اذا رحت من هون رح اعلق، واذا رحت من هون رح اعلق. لازم فتش على الطريق السهل يلي بوديني عالنهاية الصحيحة. إذا جيت هيك لهون رح أعلق، وإذا جيت من هون من هون هيك رح أشبق بالحيط، فلازم، أو من هون، فلازم كوع بهذا الشكل وإلحق الطريق المناسب حتى أوصل. برافو يا شاطرين، وصلنا وقدرنا انه نطلع من قلب الحذاء. هيدي الهره يلي كانت علقانه جوا هلا رح تتبع خطواتنا، رح تتبع الخط الاحمر ورح تطلع من الطريق الصحيح السهل يلي بيساعدها انه تطلع. اما اخر متاهه فهي صديقتنا الفتاه الصغيره يلي كانت مضيعه الدراجه تبعيتها، بدها تروح تركب عليها وتلعب، فبدنا نساعدها أنا وياكم تتروح بالطريق الصحيح كمان بهيدي المتاهة حتى توصل على الدراجة تبعيتها. وهالمرة رح استخدم اللون الأخضر. بدها تمشي هي، قدامها في كم فتحة؟ تعالوا نفكر. هون الطريق هي عندها، هون ما في ولا فتحة، في حائط، هون في فتحة، هون هون. إذا جينا هيك لهون رح يطلع لنا كتير حيطان، وإذا جينا هيك لهون كمان رح يطلع لنا حيطان. بينما إذا انطلقنا من هون رح نقدر نلاقي طريق. كمان طلعوا هون منيح وفكروا معي، إذا طلعنا بهيدا الاتجاه رح نعلق فوق لأنه ما في عنا ولا أي باب ولا أي مخرج، فالأفضل إنه ننزل بهذا الاتجاه وكمان نمشي. أكيد هون في عنا حائط ما منفوت، فينا ننزل بهيدي الطريقة منلحق البواب والطريق المفتوحة. إذا جيت من هذا الباب رح يطلع عندي كمان حائط وطريق مسدود، فالأفضل إنه أنزل من هذا الاتجاه تنوصل على الدراجة. رح أطلع من الفتحة، أكيد ما فيني كمل دغري لأنه في حائط، كمل بهذا الشكل لأنه هون كله حيطان. ركزوا كتير منيح وشوفوا أنه هيدي أفضل طريق أنا عم بسلكها تأوصل على الدراجة. وبعدين إذا نزلت لهون في حائط رح روح من تاني طريق، رح أطلع من الطريق السهلة اللي بشوفها قدامي مفتوحة وفي إلها مخرج. شفتوا كلهم انا هون اذا فتت رح اعلق لانه ما في طريق، فعم بتبع الطريق يلي دائما في إلها مخرج. وبالاخر هيدي الفتاة صار فيها هلا تتبع خطواتنا على الخط الاخضر حتى توصل لدراجتها وبالاخر تلعب وتتسلى فيها. فاذا هيدي المتاهة حليناها نحن بطريقة ذكية جدا، وانتبهنا كتير منيح على الطريق الصحيح اللي لازم نسلكه. جربوا انتو كمان، مرات كتير بتشوفوها بكتاب او بورقة او بدفتر، او انتو رسموا متاهة، حذروا بعضكم، حطوا هيك حيطان لما نجي بدنا نمشي منفوت فيهم، بس اتركوا باب لحتى نقدر نطلع منه ونكمل طريقنا بشكل صحيح ومناسب لنقدر نوصل للمخرج. تعرفوا؟ رح أعلمكن هلأ غنية عن المتاهات، بتقول هيك: ما تاهيت ما تاهيت، واحد اثنين ثلاثة حيطان بوجهي، أربعة خمسة ستة ضيعت طريقي، سبعة ثمانية تسعة
طريق مسدودة. أما رقم 10 فقدامي عجقة وآخر رقم هو لهدفي وصلني. ترجعوا بتقولوها كمان مرة معي؟ يلا سهلة كتير وحلوة. بتقول هيك: ما تهيت ما تهيت، واحد اثنين ثلاثة حيطان بوجهي، أربعة خمسة ستة ضياط طريقي، سبعة ثمانية تسعة طريق مسدودة. أما رقم 10 فقدامي عجقة وآخر رقم هو لهدفي وصلني. احفظوها وهلأ رح نسمعها مع الموسيقى ومن بعدها منتابع حصتنا. ما تهيت ما تهيت، واحد اثنين ثلاثة حيطان بوجهي، أربعة خمسة ستة ضيعت طريقي، سبعة ثمانية تسعة طريق مسدودة. أما رقم 10 فقدامي عجقة وآخر رقم هو لهدفي وصلني. ما تهيت ما تهيت، واحد اثنين ثلاثة حيطان بوجهي، أربعة خمسة ستة ضيعت طريقي، سبعة ثمانية تسعة طريق مسدودة. أما رقم 10 فقدامي عجقة وآخر رقم هو لهدفي وصلني. خلينا هلا نساعد الهرة لتلاقي الفارة. مظبوط لقيتها، هيدا هو الطريق الصحيح. وهلا اصدقائي صار الوقت حتى نكون مع فقره الاشغال اليدويه والمعلومه كمان. بدي اخبركم هلا عن النحل، بما انه كنا عم نحكي عن النحله يلي ضيعت الطريق وما عرفت أول شيء كيف توصل على الأفير يلي إخواتها كانوا عايشين فيه، بس هيدا النحلة بالآخر قدرت توصل. رح خبركن شوية معلومات عنه، افتحوا دينيكن منيح. في كتير أنواع من النحل، في نحل بيلذع وفي نحل ما بيلذع، نحنا منقول بتعقص أو بتقرص أو بتلذع. ففي نحل بيلذع وفي نحل لا. أيمتى بتلدع النحلة يا ترى؟ لما تشعر بالخطر أو إنه حدا بده يأذيها، فحتى تدافع عن نفسها بتلدع. بتعرفوا كيف بتلدع؟ بجسمها بآخر دنبها تقريباً، بآخر يعني جسمها فيه مثل الإبرة. هيدي الإبرة تاخد منها رحيق الأزهار تتصنع العسل. فشو بتعمل لما يجي حدا منها تيأذيها؟ بتجيب هيدي الإبرة وبتشكها بجسمنا وبتعلق هيدي الإبرة بجسمنا جوا، لأنه بتلزق. وبعدين النحلة اللي بتعمل العسل من بعد ما تعقصنا أو تلدعنا بتموت، لأنه ما بقى رح ترجع تعيش، ما بقى رح فيها تاخد رحيق الأزهار بالإبرة، لأنه هيدي الإبرة بتكون انكسرت وعلقت بجسمنا بأصبعنا. بتعرفوا أنا مرة لدعتني نحلة بأصبعي وشفت هيدي الإبرة اللي كتير صغيرة بتعلق جوا. معليش ما تخافوا، لأنه فينا نلاقي دغري دواء، فينا نحط شي على أصبعنا حتى يصح ويشفى، بس أكيد لازم ننتبه ما نحاول نأذيها للنحلة، لأنه إذا جينا حتى نأذيها نحنا هي رح تأذينا. فإذا النحلة اللي بتعمل العسل هي النحلة اللي بتعقص لما تشعر بالخطر أو إنه حدا بده يأذيها حتى تدافع عن نفسها، ومن بعد ما تلدغنا أو تعقصنا بتموت. وعا تنسوا هالمعلومات، حتى تتذكرون رح أعلمكن كيف تعملوا نحلة حلوة بس كلها من شكل القلوب.
القلب، عرفتوا شكل القلب؟ رح فرجيكم اياه. القلب انا عملت قلوب لون اصفر وقلوب لون ابيض، وبعدين لونت الـ هون المطرح بالاسود حتى يبين مثل النحله، بس استخدمت كلها بالقلوب. رح فرجيكم كيف. رح حط هيدي النحله هون تتشوفوها، والصور رح حطهم على جنب ورح فرجيكم كيف لازم نعمل. اول شيء رح ابدا بقلب ابيض بحطه هون، فوقه بحط قلب بلزق اذا بدكم، رح لزق قلب اصفر، بترك شوي صغيره منه مبين، برجع فوقه بحط قلب ابيض كمان بنفس الطريقه. يعني اربع قلوب انا عايزه. انتبهتوا شو عملت؟ عملت باتر نمط ابيض اصفر ابيض هلا اصفر، مزبوط عملت نمط باترن. بيصير عندي جسمه للنحله، وهلا هيدا هو وجهها يلي رح ارسم عليه العينين والفم، واكيد فيكم تلونوا كل هيدي المساحه البيضاء بالاسود. وبعدين رح لزق الانتين، يعني اللي بتحاول النحله انه تستخدمه بهيدا الشكل. واكيد كمان حضرت قلوب صغار تلزقهم لونهم اصفر. وما ننسى بعدين بعد ما نعملها ما ننسى الجوانح يلي فينا نلزقهم كمان، هن قلب فينا نلزقهم على جنب بهيدا الشكل، وبصير عنا شكل النحلة يلي أنا حضرت لكم إياها من قبل. فيكم أنتم تعملوها وتتذكروا كل هالمعلومات الحلوة يلي تعلمناهن عن النحلة، وأكيد فيكم تتذكروا كمان عن المتاهة كيف لازم نحلها بطريقة ذكية ومنطقية. بهذه الطريقة بتكون انتهت حصتنا لليوم أصدقائي، رح ودعكم، بس قبل خلينا نسمع سوا للأغنية، ومن بعدها بتكون خلصت الحصة وبرجع بلتقي فيكم بحصة جديدة. إلى اللقاء. مشاهدينا الأعزاء، إذا كنتوا حابين تنتسبوا لنادي مدرستي وتحصلوا على بطاقة عضوية بالنادي تحمل اسمكم وصورتكم، ما إلكن إلا ترسلونا عبر صندوق البريد 72 المنصورية لبنان، أو عبر الإيميل على مدرستي@set7.com. تبعتوا لنا اسمكم الكامل، عمركم، وصورة لإلكن. وما تنسوا تكتبوا لنا عنوانكم الكامل بالتفصيل مع رقم الهاتف حتى نبعث لكم بطاقة العضوية مع هدية كمان من نادي مدرستي. نحن ناطرينكم، ما تتأخروا.